أربع شلاشين. رجعنا لكم مرة تانية وإحنا في الكلينيك دلوقتي في العيادة عندنا ومشرفنا ومنورنا أستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب. أهلا بك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. النهاردة سؤالنا بيقول يعني إيه فرط التنشيط؟ فرط التنشيط هو إعطاء محفز للمبيض أيا كان نوعه. يعني في ستات بيجي لهم فرط تنشيط من الإقراص اللي أقل حاجة خالص في تفاعل المبيض معه، وفي ستات بتديهم جرعات خرافية من المنشط والمبيض ما بيشتغلش، وفي ستات أنت وأنا متخيلين أن المبيض بتاعها مش هيستجيب وبعد 19 أيام من التنشيط مرة واحدة زي لما يكون البركان قام والمبيض دون بدأ يفرز عدد كبير من البويضات. ما معنى كلمة إفراط تنشيط؟ ده هياخدنا لنسيج المبيض. نسيج المبيض عارف الاسفنجة بتاعت البحر؟ قص كده 2 سنتي في 3 سنتي خروم. الخروم دي ربنا خلق الست بالخروم دي من وهي لا زالت طفلة، من وهي لا زالت بيبي. الخروم دي هي مئات الآلاف، وبالتالي المعتقد الخاطئ بتاع ان انا لما اخد منشطات مع الوقت المبيض بتاعي هيبدا ينخ ويتعب ويشيخ، دي معتقد خاطئ. القليل وليس الجزء الاكبر. الحويصلات الصغيره دي او الكور الصغيره دي اللي في الاسفنجه دي مع الوقت بيجي سيجنال اشاره الهيه لحويصله واحده كل شهر عشان هي اللي تكبر وهي اللي يبقى جواها البويضه. ايوه يختزل من الخلايا اللي موجوده جوه دي خليه واحده بس تنشطر من 46 كروموزوم تبقى 23 كروموزوم، يبقى هي دي البيضه. فين الخليه دي؟ جوه البالونه اللي هتكبر دي. الله اعلم. الله اعلم. لو انا اديت منشط مش ال 100,000 حويصله دول هيكبر برضه هتيجي اشاره من Central Nervous System من الجهاز من المخ هتروح هي دي اللي تكبر عدد معين من الحويصلات. بدل ما كان هيكبر عندي حويصلة أو اتنين هيكبر عندي 10، هيكبر 15، هيكبر 20 زي ما يكون. الكور دي ممكن يكبر منها عدد كبير. ليه؟ ده لطبيعة المبيض أو لوجود مرض معين في المبيض. أشهر مرض يعمل إفراط في التنشيط إيه؟ تكيسات المبيض. أوكي. أو إن تبقى طبيعة المبيض ده إنه الست دي لما بتاخد منشط مهما كانت الجرعة حتى لو قليلة جدا بيحدث إفراط في تحفيز المبيض. عشان كده الست اللي تقول لك أنا حصل عندي إفراط في التنشيط قبل كده دي ست تبقى أنت زي ما بيقولوا إيه قاعد جنبها وماسك الملف وقاعد بتترعش، لأنه إفراط التنشيط هما مايلد مودريت سيفير، بسيط متوسط عنيف. المودريت والسيفير دول لو ما لحقتهمش بدري واخد بالك وانت بتنشط المبيض سوف يحدث مفاجآت في جسم هذه المرأة. هي ايه المفاجأة؟ ايه بقى؟ جلد بيتحرق، الست اللي جلدها بيتحرق او الراجل اللي جلده بيتحرق بيبدأ يبقى فيه بقليل. البقليل اللي بتطلع ايه؟ ميه. الميه دي بتروح فين؟ في الشارع. لو المبيض ده بدأ يكبر هيبدأ يبان فيه بقليل. البقاليل دي هتعمل ايه؟ هتفرز سائل. السائل ده هيروح فين؟ داخل البطن. فهيبقى فيه ما يسمى الاستسقاء في البطن. هي دي؟ فهتبقى الست منفوخه، المبيض بتاعها بدل ما كان قد كده في الطبيعي مع التنشيط العادي هيبقى قد كده اهو، يعني انا دايما اشبهها برتقانه سوري ليمونه بقت برتقانه. ماشي. ليمونه بقت شمامه، لا مش ماشي. ما ينفعش. ليمونه بقت بطيخه، كارثه. ما ينفعش خالص. انت فهمت قصدي؟ كل ما يكبر سطح المبيض في الستات المعرضين او جسمهم في اكثر عرضه لانه يحصل الاوفيريان هايبرستيميليشن هيبدا يحصل ارتشاح من ده فهيعمل ميه جوه البطن. أوكي. ودون بيعمل حاجه اسمها هيمو كونسنتريشن، هيمو يعني دم، كونسنتريشن يعني تركيز، ودي مشكله بتبقى موجوده من تحفيز المبيض في قليل من السيدات لا يتعدى 2-3%. اوكي بشكرك يا دكتور، ميرسي جدا استاذ الدكتور احمد عوض الله، ونفكركم بالعرض الاستاذ الدكتور احمد عوض الله قدمه لمشاهدي اربع شارع شريف. هيتم اختيار
30 سيدة هيتعمل لهم مجانا عملية الحقن المجهري. عندنا ثلاث شروط مطلوبين للتقدم، انها تكون قبل كده ما عملتش حقن مجهري، ما يكونش ليها فايل في دار الطب، وثالث حاجة يكون عمرها 35 او فوق ال 35 سنة. دولت الثلاث شروط اللي متوفر فيها هذه الشروط. لو سمحتوا تتواصل فورا مع دار الطب. وبشكر استاذ دكتور احمد عوض الله شكر خاص جدا، ويا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا، ورمضان كريم.